الآن نبغى نتكلم عن نافذة الخصائص. طبعا من النوافذ المهمة جدا في التطوير لأندرويد. روح لويندو، نجي هنا شو فيو، تعال لهذا، اكتب، لاحظ برو بروبرتيز، اوكي، لاحظ جاب لنا النافذة هذه. تقدر تسحبها في مكان، ممكن نسحبها مع الاوتلاين، جنب الاوتلاين، لاحظ. طيب الان هذه شاشة الخصائص، من نرجع الخصائص، الشاشة الان فاضية، ليش؟ اضغط على الويندو، لاحظ جاب لنا الخصائص. من هنا من شاشة الخصائص انت تقدر تعدل على خصائص النافذة، مثلا زي لون الخلفية عشان هو ابسط شيء. نيجي للباك جراوند، طبعا اللي يشتغلوا على الويب يعرفوا هذا الكلام، اعطيه هاش واعطيه رقم يمثل اللون، فنقول اف سي مثلا 1 2 3 4، انتر. لاحظ اعطانا لون، طبعا هذا لون عشوائي اخترناه. الارقام لازم تكون طبعا من 0 الى 9، ومن اي، عفوا دقيقه، من 0 الى 9 ومن اي الى اف، يعني ما تتجاوز. هذه تشكيله من هذه الارقام والحروف، وعادي الحروف كابيتال سمول ما تفرق. فاحنا نقول مثلا 4 4 سي، لانه السي في المجال من اي الى اف. دي برضو دي نفس الكلام، اي، طيب اف، انتر. لاحظ اعطانا اللون هذا. فهذه من الخصائص البسيطه الموجوده. القصد الان انه احنا حنتكلم عن كل خصيصه لما يحين الوقت، لكن القصد الآن إنه شاشة الخصائص مهمة. حتلقى أشياء أنت حتخمنها بنفسك، يعني حتلقى أشياء حتخمنها بنفسك، يعني حتفهمها بنفسك، يعني ليش؟ لأنها تكون واضحة. اللي يهمني أنا في الشاشة دي إنه حنتعامل معها في تغيير بعض الخصائص الخاصة بالنوافذ وغير النوافذ. نقطة ثانية، الخصائص هذه تتغير على حسب الكائن اللي أنت مختاره. يعني لو كنت انا مختار النافذه راح تطلع لي نوع الخصائص حقت النافذه، لو اخترت الزر تجيني الخصائص تبع الزر. جميل. طيب الان لاحظ معي، الان هذا الزر، افرض انا الان بغير لونه، شايف خاصيه باك جراوند، اجي اعطيه هنا مثلا اف اف 0011، لون من عندي كذا. لاحظ الان غير لنا اللون تبع الزر. فإذا وضعت أي عنصر هنا ثاني، مثلا لو وضعنا هذا العنصر، خلاص هو يجيب لي إيش؟ يجيب لي الخصائص تبعه، يجيب لي الخصائص تبعه. فهذه هي القاعدة. شوف لاحظ الآن ليش ما جاب لنا ولا شيء، لأنه ما اخترنا ولا حاجة، اختار الزر يجيب لنا الخصائص. طبعا تقدر تعدل على أشياء كثيرة، لكن هذا اللي يهمني الآن، إنك تعرف إنه في شيء اسمه properties.